انا هلا جاي من العراق، شفت دواء لبناني بالصيدليات بالعراق شي بفقع. كل شيء الا الدواء. ابسط حقوقي هو الدواء تتعالج. هذا التهريب، ما البلد حدوده فل تاني. بيعرفوا انه انت ما فيك تعيش بلا هيدا الدواء، عم يتمقطعوا بالعالم. يعني اذا ما نوجد الدواء في ناس بتموت. إيفيوراكس ما عندك ولا قطعة بالسوق، عندك آلاف القطع. حياة صعبة وصعبوها علينا أكثر. مش موجود ولا دواء. أقل شيء الإنسان إنه يعيش ببلد قدر يتحكم فيه. يعني هيدي أصعب زلة. شو بفقع؟ مثل كل إنسان بهالبلد عم بيعاني، عم بعاني. ليه الصيدليات مسكرة؟ لا يا عالم، كنا نلاقيهم ببرات كل بيت، ما عم نلاقيهم هلا. منذ زمن طويل وضع القطاع الصحي في لبنان على الحافة، والإنسان يترجح بين الضمان الاجتماعي وشركات التأمين وغلاء الأدوية. واليوم جاءت الأزمة الاقتصادية الأسوأ في تاريخ لبنان لتتاجر في صحة المواطن ومرضه ودوائه. ولكن موضوع رفع الدعم عن الأدوية والمستلزمات خط أحمر. الدواء بلبنان، وكمان طبعا موضوع الاجتماعات الثانية، الطحين والأمور الحياتية الأساسية للمواطن اللبناني، هؤلاء كلهم خط أحمر بالنسبة لنا. في ناس صار لها أكثر من 8 شهور مش أخدة يمكن حبة الدواء الضروري لها، لأنه ما عم تلاقي. بعد أن توالت صرخات الناس وعايشنا ضمن مجتمعنا القريب والبعيد حالات عدة عن أشخاص يتوسلون للحصول على دوائهم، اجتمعنا نحن 5 مواطنين في برنامج زمالة الصحافة الاستقصائية، ورصدنا وجع الناس ومأساتهم في رحلة البحث عن الدواء المقطوع أو المحتكر أو المصدر إلى الخارج، وبحثنا عن مكامن السوق السوداء للدواء وفوضى بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقصينا موقف وراء الوزارة ونقابة الصيادلة والجهات الرسمية مما سنعرضه عن الأزمة الحالية، خصوصا إذا ما تبين أن الدواء اللبناني المدعوم يباع خارج لبنان. البداية كانت مع جمال أدوح. جمال مريض سرطان وعلاجه الكيميائي مقطوع في الأسواق اللبنانية. هو أب لأربعة أطفال وهو معيلهم الوحيد. جمال يتوسل الحياة خائفا على أولاده من بعده في بلد أصبحت فيه حياة الإنسان تباع في السوق السوداء. إنه أنا فقدت أمي وإختي الله يرحمها، عندها ولدين تركتهم يعني هيك وراها، وبي بهيدا المرض، مرض كانسر. هن هيدا الدواء يعني وزارة الصحة هي مسؤولة عليه، هي توزعه في برادات خاصة لهول المواطنين، لأنه هو بيجونا طبعا لأمراض الكانسر المزمنة. أنا واحد واقف حدي قال لي $760 دافع حق 500 ملي أفاستن، وأكتر من هيك زل ولا شيء. يعني إذا الإنسان بيفقد صبره وبيفقد إيمانه بالله عز وجل فبيكرر الانتحار، وإذا الإنسان انتحر بيكون عنده 5 أولاد أو 4 أولاد. طبعا هيدي نحن بيكون جريمة كبيرة برقبة كل إنسان نحن اخترناهم تيكونوا هن أمنا ويأمنونا راحتنا. شركات الأدوية التي طالما سيطرت عليها كارتلة التجار والمحتكرون، والوزارة التي كانت وما زالت غائبة عن الرقابة، ضعف أو سياسة إضعاف المستشفيات الحكومية وهيمنة المستشفيات الخاصة، كلها أدت إلى إذلال المواطن اللبناني الذي طالما عانى انقطاع الدواء، وها هو الآن يقع ضحية أزمة جديدة، أزمة السوق السوداء، إذ أن الدواء يباع على وسائل التواصل الاجتماعي بفوضى وعبثية بحسب ما تبين معنا من خلال الأبحاث التي أجريناها.
في ناس عم تضطر انه تجي وتجيب الراشيتا بتقلك اعطيني بليز الضروره لانه مش قادره تشتري كل الفاتوره، يعني عم تكون الفاتوره الدوائيه صارت قد الحد الادنى من المعاش، يعني 600-700 ألف بعد ما يعني اللي عنده اولاد وهيك ما عم يقدر ابدا يشتري. جروبات عالم عملتها بزنس لها انه تجيب ادويه من تركيا وسوق واسعار خياليه يمكن اكثر من ما هي عم تنباع بتركيا. عدد من اللبنانيين يلجأ لشراء الدواء من السوق السوداء ليس محبة بذلك، ولكن بسبب انقطاعه وحاجتهم الملحة له لضمان بقائهم على قيد الاستقرار الصحي. أحمد العبدالله ذو الاحتياجات الخاصة، لديه ابنتان يعانيان من مرض مزمن وصرع، وهو غير قادر على تأمين الدواء لأن سعره يتخطى دخله الشهري. بعاني من شلل بالإجر الشمال، وبالإضافة لذلك بعاني من مرض السكري. مرض السكري أدى لضعف بميلة اليمين بالدينة اليمين. يعني مثل كل إنسان بهالبلد عم بعاني بمسألة تأمين الدواء. كمان يعني لما بدي أفتش على دواء السكري وما لاقيه معاناة، لما بدي لاقي الدواء السكري لأدفع حقه معاناة. حاولت أمن يعني البديل لدواية، صار معي مضاعفات ما كانت موجودة لأنه أخذت بديل مش أخذت الدواء الأصلي. عندي 3 بنات وصبي، عندي بنتين عندهم إعاقات، عندهم شلل دماغي، بيعانوا من شلل دماغي. جربت لقيت سوداء بس ما قدرت. حتى كمان في ناس إجوا قالوا لي إنه بيجيب لك إياهم تركيا بس بدهم دولار، ما عم يأمن شيء ولا عم يعطينا مردود شيء. أنا صار مقدم مع فواتير من الضمان من شي سنة ونص ما في شيء. في محاولة منا لسماع اقتراحات والوصول إلى حلول معينة ومعرفة حيثيات الأزمة، تواصلنا مع صيدلي أيهم الأحمر لطرح آلية تنظيمية لمساعدة المواطنين للحصول على الدواء المدعوم بالحد الأدنى. مشروع المكننة اللي هو بيربط الدواء بكل لبنان، بيكون مربوط وبيكون المريض مش عم بيسعى للتخزين. يعني انت اليوم بتيجي بتشتري دواك معك وصفة طبية لمدة 6 شهور، اشتريتي من بيروت وطلعتي بعد شهر على ضيعتك مثلا برات بيروت، بتفوتي على اي صيدلية البيانات تبعك بتسمح لك ان تستلمي دواك من صيدلية بمحافظة تانية بلبنان. هيدا لو كان صار هيدا المشروع اللي هو الربط المكنني بكل لبنان مع وزارة الصحة مع صندوق الصناديق الضامنة وعلى رأس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نحن كنا تلافينا كل هذه الفوضى اللي وقعنا فيها وكل هيدي الخسارة اللي وقع فيها البلد، لأنه هول الدولارات اللي اندفعوا هول المواطن دفعهم. ومين استفاد منهم؟ استفاد منهم التاجر الكبير اللي هو عم بيصدر يرجع يعيد تصدير الدواء بشكل تهريب لبرات لبنان، واستفاد منه التاجر الصغير بين اللي عم بتحضرتك عم بتسميه سوق سوداء. ولكن يبدو أنه ليس هناك محاولات جدية لتنظيم هذا القطاع، لا بل هناك مبادرات من جهة اللبنانيين لتأمين الدواء. فالمواطن الذي كان عادة يجلب الدواء من تركيا لأن سعره أرخص من السوق اللبناني، حاليا يطلب الدواء ديليفري من الأسواق التركية لأنه مقطوع. وتبين معنا من خلال أبحاثنا أن هناك شركات سياحة وسفر تقدم عروضات لجلب الدواء مقابل الدفع بالدولار. أهلاً يا هلا، أهلاً وسهلا، تفضل حبيب القلب. ايه بجيب دواء. شو هو الدواء؟ بعت لي صورته ولا لو سمحت. بدي شوف لك مين رايح هلا جاي على اسطنبول. 20 الشهر جاي حدا. بياخد دولارين على القلب. ومن بين الأدوية المقطوعة أدوية السرطان. سيدة نهاد تحدت المرض وتغلبت عليه بعزيمتها وقوتها، ولكن للأسف عاد وغلبها انقطاع الدواء واحتكاره وتهريبه،
ووضعها مرة أخرى بوجه خوفها الدائم أن لا تجد إبرة تبقيها على قيد الحياة. أنا نهاد بال 2014 اكتشفت أنه عندي سرطان بالثدي، على طول علاج دايم، لازم كل شهر أخذ إبرة مع حبوب دايمة، وكان ماشي الحال لحد هلأ. هاي الفترة قلنا 6 شهور منعاني مش عم لاقي دواء، بقيت 3 شهور ما أخذت إبرتي. هلأ أنا سفا يمكن قطعوا علي 3 شهور، بس غيري إذا ما بلاقي دواء يمكن بيموت، يمكن بيتوجع كتير، لأنه حتى لو تواصلت مع جمعيات على أساس أنه جمعياته بيساعدوا، طلعوا تجار وطلبوا مني أسعار خيالية بالإبرة يعني، وأكيد منا قدرتي. لما تجار قالوا لي من جبلك من تركيا أو ما بعرف من غير دول، طلبوا مني سعرها يعني أضعاف أضعاف اللي أنا كنت أدفعه. المفاجأة كانت أنه خلال رحلة بحثنا عن الدواء الذي يطلب عن طريق الديليفري من تركيا، وجدنا أن هناك أدوية سرطان لبنانية مدعومة أسعارها من الحكومة اللبنانية تباع في السوق السوداء التركية. السلام عليكم. هذا الفيديو تاريخ 10/9 يوم الجمعة. هذا الدواء دواء كترودا، يأتي عن طريق لبنان، سعره 4 ملايين ليرة لبناني، ويباع في إسطنبول في سوق سوداء طبعا، وليس في الصيدليات، تجار. يباع في إسطنبول سعر الإبرة $1,500 إلى $1,800. إزاء خطورة هذا الموضوع كان لابد من التواصل مع وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، ولكنه لم يتجاوب مع طلبنا، وهنا عدنا وتواصلنا مع نقيب الصيدلة الدكتور غسان الأمين لمعرفة رأيه في هذا الشأن. هذا التهريب. أنا هلأ جاي من العراق، شفت دواء لبناني بالصيدليات بالعراق شي بفقع على رفوف. هذا التهريب، ما البلد حدوده فلتاني. طبعا هي أزمة الدواء ناشئة أنه اضطرت الحكومة اللبنانية أنها تدعم الدواء بلبنان لتحافظ على سعر يتناسب مع دخل المواطن. طولت الأزمة كتير، وبالتالي انقسمت الأدوية 4 أقسام: OTC وAcute Disease، وأدوية للأمراض المزمنة، وأدوية لتعرف أدوية السرطان والأمراض المستعصية. أول شيء لا نختصر، نحن بأدوية OTC وأدوية الأكيوت ديسيز انرفع عنهم الدعم، والأزمة هي انحلت، ولا موجودين بالصيدليات بشكل طبيعي، عم يستوردوا موجودين بالصيدليات. ضل عنا أزمة أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية. أدوية السرطان اليوم والمستعصية لقت طريقة للحل، ومع الوزير عمل طبعا باتصالاته مع حاكم مصرف لبنان، صار في اتفاق على مبلغ معين المصرف قادر يدعم الدواء فيه. وأدوية السرطان أطمن اللبنانيين أنه من هلأ لعشرة أيام 15 يوم حتكون في كميات كبيرة من هالأدوية توفرت بلبنان. نضل عنا أدوية الأمراض المزمنة، هي المشكلة الكبيرة، وهيدي صار في يعني مع الوزير متردد كتير، لأنه لابد بالآخر من حل لها. الواقع هلأ الموجود أنه الفراغ، الطبيعة ما بتحب الفراغ، والأدوية هاي صارت عم تيجي بتهريب على لبنان من تركيا ومن غير تركيا عبر المطار وعلنا. وللأسف في ناس استغلت هالوضع هيدا وصارت أونلاين عم تجيب هالأدوية، وعم ينبيعوا بالدكاكين، وعم يبيعوا بالبيوت، وعم يبيعوا بمحلات. شكرا حضرة النقيب لأنك تعلم، ولكن هل تنتهي مسؤولية النقابة عند علمها بتصدير الدواء المدعوم خارج لبنان بينما تغيب وزارة الصحة كليا عن هذا المشهد؟ الفساد ينخر الدولة بكل القطاعات وعلى كافة الصعد، وها نحن أمام الرواية التراجيدية الأسوأ، ملف الأدوية. يمكنكم أن تساوموا على تعصباتنا الضيقة لكي تفوزوا بأصوات انتخابية أكثر، ولكن كيف يمكنكم أن تتاجروا بصحتنا ومرضنا ووجعنا ودوائنا؟ كنا نريد وطنا نحيا لأجله، أصبح لدينا وطن نموت على يديه.